ما عرفتوهاش يا عندي الزين ديالي يا الشديد ديالي هذيك تعلم السلام عليكم. معكم الغجوان محمد مدرب اتحاد طنجة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كنتواجدوا في ملعب زيادة الاقصائيات ديال كأس العرش اللي كتنظمها اتحاد طنجة تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية للاشخاص في وضعية اعاقة. الحمد لله المقابلة اللي لعبناها مع الأمل سلا تفوقنا فيها ان شاء الله 3-0. هذا كيمنحنا التأهل للدور الثاني اللي هو نصف النهائي ديال كأس العرش. كنشكروا الجمهور اللي حضر اليوم شجع الوليدات، فكنتمنى أن تكون واحد الالتفاته لهاد الشباب هادو ونهض الرياضه اللي صحابي ذوي الاحتياجات الخاصه راه حتى هادو ابطال، حتى هما كيحققوا، حتى هما كيلعبوا على البوديوم. راه نعطيكم واحد المعلومه، اتحاد طنجة تاسس في 2019، الجامعه الملكيه عملت 8 ديال النهايات، 6 ديال النهايات كانت فيهم اتحاد طنجة طرف فيهم، فهذا رقم قياسي. باقي ما ساعدناش الحظ الحمد لله باش نديو شي لقب نهديوه لمدينه طنجة، فهذه فرصه ان شاء الله. حنا كنتواجدوا دابا في مربع الذهبي ونحاولوا بالتشجيعات ديال الجمهور، التشجيعات ديالكم، الموقع ديال طنجاوي اللي كيواكب الاحداث. كنشكركم بزاف تبارك الله عليكم، فشكرا للجميع وتحياتي تبارك الله عليك. السلام عليكم. الاسم إلياس بياع، لاعب اتحاد طنجي ذوي احتياجات خاصه. كنشكروا قناه طنجاوي على التغطيه ديالها لهذه المباراه. المباراه الاولى كنا لعبناها ضد أمل سلا، الحمد لله واحد المباراه كازت في اجواء رائعه. حاولنا نلعبوا بنديه في وسط الارض ديالنا باش نديو انتصار ان شاء الله وتاهلوا لنصف النهائي كاس العرش. الحمد لله تاهلنا لنصف النهائي وعيننا على اللقب ان شاء الله يا ربي. لعبنا 5 ديال النهائيات ما حالفناش الحظ، خسرناهم كلهم، وان شاء الله يا ربي غنكونوا عازمين باش ناخذوا هذا كاس العرش ان شاء الله. نتمنوا من جمهور طنجاوي ولا المسؤولين يحاولوا يهتموا بهذه الرياضه ولو غير شويه بزاف، ماشي الدعم المادي ولكن ما هو الدعم المعنوي، لحقاش الانسان يكون في اعاقه وكيخرج كيلعب كره كيلقى راحته في داك الشيء وكياخذ واحد النديه. كنتمناو انها تلقى الدعم عند الجماعه. شكرا. احنا الكره ديالنا شويه اغريسيف، حيت بنادم لعب برجل وحده والله يستر وقدر الله وجاتو في الرجل اللي باقا له هو اللي كيتمشى عليها وتهرس الله يحفظ لا يقدرها، راه شويه صعيب. هادشي علاش انفعلت، يعني كنحاولوا حنا خوت مع بعضياتنا، كيسلا كيفاس الحمد لله حنا مغرب واحد وكره وحده كتجمعنا، بغينا نلعبوا غير شويه علينا نرشقوا نضحكوا ونشطوا، مشيو بحالكم حنا مشيو بحالنا وبغاو يبقاو معنا مرحبا بهم. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، احمد البدري رئيس اتحاد الرياضي الطنجي لذوات الاحتياجات الخاصه. اليوم عندنا اقصائيات كأس العرش لموسم 2023-2024 اللي حصلنا على الشرف تنظيمه هنا بمدينة طنجة، وكنشكروا جميع المساهمين جميع من قريب وبعيد اللي تاحوا لنا هذه الفرصة باش ننظموه في المدينة. وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا بالمناسبة تأهلنا للمربع الذهبي نصف النهائي، النهائي اللي غادي تكون في الرباط إن شاء الله، وحظ موفق للجميع وشكرا وتحياتي لكم. صحاني نزهة كاتب العام للاتحاد الرياضي الطنجي لذوي الاحتياجات الخاصة. كننظموا بهذه المناسبة، كنشكر الناس اللي جاوا من العرايش بعدا على هذه المبادرة الحسنة، شكرا لهم بزاف. وعندنا إقصائية ديال كأس العرش لموسم 23-24 إن شاء الله، اللي كتشارك فيها أمل سلا، جمعية سلاوية، أبناء فاس، الاتحاد الرياضي الطنجي. للاسف ان هضره قنيطرات ما توصلتش. دابا حنايا عندنا مشاركات، حنا مقسمين، عندنا شطر الشمال بوحديته فيه قنيطره سلا جوج سلا فاس وطنجه، وعندنا شطر الجنوب اللي كتشارك فيه اكادير الدار البيضاء وبنقرير. طمحوا اننا نوصلوا ان شاء الله للفينال ونحصلوا على كاس العرش ان شاء الله. بهذه المناسبه كنتمناو ان شاء الله نحصلوا على كاس العرش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.